إذن سيارات وإصابة عدد من الأشخاص كيف قلنا، وإصابة عدد من الأشخاص اللي كانوا على متن هذه السيارات، وحضور عدد من حضور سيارة الوقاية المدنية من أجل نقل عدد من الأشخاص اللي كانوا على متن السيارات إلى المستشفى. هاني الله يبارك فيك. هادي عرفتي فين كاين شي وقع، هادي راه جايه من لهيه. انت شاهد عيان؟ انا طاكسي. لا انت طاكسي، تعطينا شي تصريح ولا يبان وجهك ولا ما يبانش اللي بغيتي؟ بغيتي اللي يبان. واخا اشي عندي هنايا، تفضل قول لي شنو وقع، كيفاش وقع؟ وراني جاي من زرقوني. اها جاي السيد هذاك اللي جاي هذا راه حرقه فيروش، انا جاي وراه. هاد مولات السياره بيضاء. حرقه فيروش وانا الطاكسي جاي مود من الفوق. اها تلاقاو بجوج. ضربات ودار في الطاكسي مشى ليه. إذن هاد السيدة حرقة الضو، هي اللي كانت سايقة؟ هي اللي كانت سايقة، جاية له حرقة فيروش. بانت لي لومبينونس، كاين شي إصابات؟ كاين، كاين السيد مجروح، الشيفور. الشيفور ديال السائق سير. الإصابة ديالو كي دايرة مسكين؟ موعد شوية. فين موعد؟ موعد في راسو، مضروب في راسو. هو اللي غادي يتم النقل ديالو دابا. شكرا. صافي شكرا شكرا شكرا. إذا كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام، سائق ديال سيارة الأجرة هو اللي تصاب وغادي يتم النقل ديالو من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستعجلات المركزية بتابعة للمستشفى الجامعي ابن رشد، حسب شاهد عيان كيقول بأن سائقة هذه السيارة ما احترمتش إشارة الضوء الأحمر. هذيك الطوموبيل هي داخلة معاهم؟ لا 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 احترمت إشارة الضوء الأحمر وصدمت بسيارة ديال الأجرة من الحجم من الصنف الثاني، حجم صغير، طاكسي أحمر، وصدمته سائق ديال سيارة الأجرة في هذا الأثناء كيتم النقل ديالو من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى المركزي بمدينة الدار البيضاء. مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني، السرعة تقتل كفى من حوادث السير اللي حنا في غنى عنها. شوفوا المخلفات ديال الحادثه، شوفوا السياره كيفاش تحولات الى ركام. ياك انت كتشوف السياره كيفاش. شوف الطاكسي حتى هو طاكسي. اجي معايا السياره ديال الاجره كيفاش. شوفوا الطاكسي كيفاش انه تحول الى ركام. قريت يا خويا شوفوا سيارة الأجرة كيفاش، خسائر فادحة، خسائر كبيرة، أكيد السرعة كانت هي السبب ديال هاد الحادثة السير الخطيرة اللي كتعرفها مدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء. وكيف كتابعوا مباشرة على قناة تشوف تي في حضور سيارة الوقاية الإسعاف، حضور سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية، وكذلك حضور عناصر الأمن الوطني من أجل تأمين والمحافظة على أمن وطمأنينة المواطنين في هذا المكان اللي وقعت فيه هذه الحادثة بوسط مدينة الدار البيضاء. والساعة تشير إلى حوالي الثانية صباحا وما يزيد.
اذا بالنسبه للناس اللي عندها تحقوا بنا في هذا المباشر، حادثه سير خطيره ديال سياره خفيفه وسياره ديال الاجره في وسط مدينه الدار البيضاء. حسب شاهد عيان كيقول بان السياره العاديه ما احترمتش اشاره الضوء الاحمر وصدمت بسياره الاجره. سياره الاجره الخسائر ديالها فادحه، كذلك السياره الاخرى، لكن حسب شاهد عيان كيقول بان السائقه ديال هذيك السياره البيضاء اللي كتشوفوا مباشره على قناه شوف تي في ما احترمتش اشاره الضوء الاحمر، مما تسبب هاد الحادثه اللي كتشوفوا مباشره. سائق ديال سياره الاجره مصاب وسيتم النقل ديالو على متن سياره الاسعاف التابعه لجهاز الوقايه المدنيه اللي حضروا على عجل، وكذلك رجال الامن الوطني. يبغى يهضر عيط عليه الا بغى يتكلم. خويا اجي عندي الا بغيتي تدويش. كتبان لي موعد في رجليك ياك اخويا. عاود لي اخويا شنو وقع؟ خويا غادي عندي الخضر. بلاتي تفضل تفضل، شنو وقع اخويا؟ عندي الخضر اخويا. اش من اتجاه جاي انت؟ انا جاي من اتجاه الروداني. ما بقيتش عارف راسي باش تبليش. اصطدمتي بهذيك السياره البيضاء؟ نعم. فين تموعد دابا؟ كتبان لي ما قادرش توقف. موعد في رجلي، ضربه في اليمين ديالي. اوف انت في راسك راه كاين الدم عندك هنا. ياك. ايوا اش نقول لك اخويا، هذا ما قسم الله. تي جاي بشويه. جاي بشويه، انا جاي حاضي طريقه جاي مع الروداني، ما عرفتش راسي. دابا غادي تمشي. دابا تمشي في لومبيلونس. هو جاي دابا. ما عرفتش. واو. موعد بزاف اخويا. الله يجيب الشيف. لا 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 سير اخويا سير. صافي سير اخويا. خويا خويا. غيكون مهرس. لا 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 سير اخويا سير. سير اختي حيدي باش ما تبانيش، حيدي كنصور السيد، حيدي. ما صورتيناش. لا خويا لا لا. سير اختي ما صورتك، انا كنصور هنا. شكون اللي صورك؟ الله يهديك. شنو دابا انا كنصورك انت؟ هنا كنتي واقف كتصور. يا ودي الله يهديك، انا كنصور السيد كتقول لي كنتي واقف كتصور. ومن حقك دعينا، من حقك من حقك من حقك. اذا كيف كتشوفوا في هذا الاثناء كيتم نقل سائق سياره الاجره من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستعجلات المركزية مدينة الدار البيضاء. سائق سيارة الأجرة مصاب إصابة خطيرة على مستوى الأرجل ديالو وكذلك على مستوى الرأس. انا ما قلت شحال داير الحاج، عجبته التصوير.
إذن كيف كتابوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء كيتم نقل المصاب سائق سيارة الأجرة، والحمد لله أن المكان مؤمن من طرف عناصر الأمن الوطني، والمصاب سيتم نقله إلى المستعجلات المركزية بمدينة الدار البيضاء، المستعجلات المركزية كيف قلنا التابعة للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء. حسب شاهد عيان مرة أخرى كنقولوا بأن السائقة، حسب شاهد عيان ماشي كنجزموا حنا، بأن السائقة ديال السيارة البيضاء كانت ما احترمتش إشارة الضوء الأحمر واصطدمت بسيارة ديال الأجرة اللي في هذه الأثناء كيتم النقل ديال السائق ديالها إلى المستعجلات المركزية مدينة الدار البيضاء. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعة الطيبة ديالكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. أكيد تفاصيل أكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. مرة أخرى كنقول لكم حنا باقيين فايقين معكم، تبقاو فايقين معكم.